عم رمضان كده هيتعلم ايه؟ ايه القسوة دي؟ ده الاخر ده انت سلمته، بتعلمه بالضرب. الاخر سلمته بتاع المرور. يعني تقريبا هتسقط 7 سنين برضو في امتحان السواقة ده لا زي ده الكلية. موعدنا السنه دي. لا لا ايه في ده؟ السواقة، في السواقة، السواقه في لا السواقة اتعلم دلوقتي وبيعمل حوادث ياما. بيعمل حوادث اه ياما. ده كام ماشي. حادثة يعني لغاية لسه دلوقتي؟ اخر حادثه كانت من فتره صغيره، ايه بقى عملت ايه؟ كان جاي من سان ستيفانو اه البحر كنت بلعب مع عربيه. وبيلعب مع عربيه. بتلعب مع عربيه؟ اه يعني ايه تلعب مع عربيه؟ يعني احنا اصل احنا عندنا انا فاهمه بس اه انا يعني مصدومه. اللي هو اصل اسكندريه بطريق البحر. ما انا عارفه. تمام. اه تمام. اه فكنت بجري مع عربيه بقى اللي ودي هو حاجه صح يعني؟ لا حاجه غلط. لا بيغلسوا عربيه عنده بعض اه الاثنين. ما هو اصلي بيكون معاه اللي هو كده يعني. مع الفيديو الجاي والله العظيم عن الموضوع ده باذن الله، اه يعني عن معاه موضوع كده. ايه يعني ايه؟ الشد، بنشد اه مع بعض. فانت شديت معاه عندي اه يعني فعملت حادثه. كنا واخدين طريق اسكندريه كله يعني من اول المنظره لغايه عملت الحادثه عند مكتبه اسكندريه. اه جيب المكتبه تلف وحصل العربيه ايه؟ تلفها. رن عليا بابا انا عامل حادثه. بس كنت صلحتها والله العظيم يعني. انا قابلت قلت له انا بايت بره بابا تمام يومين بس مع صحابي والعربيه معايا تمام. فهو قال لي طيب ماشي، فانا رجعتها له بقى. فهو شاف في حاجه غلط. اه مش انا هي، ما انت عربيتك وعارفاها. ده عربية حضرتك مش عربية ايوه. لؤي. اه عملت له حادثة. لا انا مش بتاع عربيات خالص يعني، انا ما بحبش العربيات اصلا، ما موتوسيكلات. بتسوقش كويس. اه لا ما بحبش اركب عربيات اصلا. بتحب اه انت بتاع السكوتر موتوسيكلات والريزك؟ طبعا. اه طبعا يعني. موتوسيكلات الصراحه ما ماليش اه خلق كم ان انا حادثة بالموتوسيكل بقى؟ ده انا رجليا دي ما مش موجوده، اه مش موجوده خالص اصلا. موتوسيكلات بس برضه موضوع السرعه ده بقى شباب بقى وتش شباب لا ما هو ده حاجة مش تيش شباب هتقبلها خالص. اصل الشباب وطيش الشباب جنني صح؟ جنني اقسم بالله جنني. اكيد هتيجي بس انت ايه بتديهم له يعني؟ بتخلص طارق في الفيديوهات ضرب ضرب ضرب. الالام دي. هو قال لي بابا لا مش داخل دماغ الالام ده. اقول له تعالى حبيبي. لما الموضوع بدأ يجيب بقى اما الالام بدأت تجيب لايكات اضرب وفلوس اضرب ما اضرب يا بابا. يهمكش. انا الناس تعبني والنبي بروح على الاي. والنبي بلاش الاي، والنبي بلاش تضربه جامد الشارع. الناس تقول لي بلاش تضربه جامد عشان خاطرنا والنبي. كل اللي قابلني بلاش تضربه جامد. ومرة خدت بابا زيرو بالموتوسيكل. جالي الشغل. بابا انت فين؟ قلت له في الشغل. قال لي طب اطلع لي. قلت له لا انا هركب انا. قال لي اطلع لي بس عايزك عندي مشوار مهم اركب ورا. قلت له والله العظيم ابدا اقسم بالله عشان خاطر المهم اقنعني. خدني من سبا باشا لغايه العجمي. دي مسافه ساعه ونص مثلا، مسافه ساعه ونص بالموتوسيكل. بابا هدف بقى قد ايه بقى؟ مرعوب بقى اللي اه هو انت مستحمل الساعه دي ازاي؟ اه واحنا في يعني بنبقى بنص كم تقريبا حتى في اسكندريه عندنا عادي والدنيا بتشتي واحنا سايقين الموتوسيكل. فالجو بيبقى المود بيبقى حلو الصراحه يعني. المود بيبقى يا سلام. يقول لي بقى بس انا بابا انا قلبت الحته دي. بابا انا قلبت فيها الحته انا عملت انا فيها اه حادثه. بالموتوسيكل عامل بتاع. بص انا قعدتكم بعيد عن بعض النهارده انا عايز اضربه. عشان ما براحتك بصراحه براحتك. عايز اضربه بابا على الهوا. اعمل اللي انت عايزه بعد الحوادث اللي بيعملها دي. اعمل والله اللي انا انت عايزه. بالموتوسيكل والله عامل العظيم بتاع عارف 12 حادثه. الجوار. يا ابني انت بص بابا انا قلبت هنا. انا دخلت في عربيه قال لي ده في تريلا كذا. يا ابني طب انت اللي بتعمله في نفسك ده. طب ليه كده؟ ليه؟ والله تستاهل. الموضوع بتاع مش تستاهل ايه ده؟ لا تستاهل اللي لا بيعمله فيك الموضوع بابا. بيبقى ممتع قوي حتى في الواقعه والله. اه حتى في وقعه الموتوسيكل بيكون في روح بيبقى كده. متكيف من الواقعه. لا ما ينفعش والله كده. مره كنت داخل له وشي ده كله كده احمر تمام لغايه ما الموضوع بقى عادي بقى. ماما اتعور عمل حادثه.